عندنا 13 منطقه في طربول بمساطه يمكن 4 5 مليون متر حاجه في الحدود دي، فيها شغل شغال دلوقتي بين طرق ومرافق وبين تجهيزات لتسليم العملاء. منطقه سوق الجمله مشروع كبير جدا، مشروع سوق الجمله مشروع كبير. عندنا منطقه المصانع الجاهزه اللي يمكن بنعلن عنها مبادره صنع. عندنا المناطق المستثمرين، مناطق المطورين، كل دي حاجات. عندنا جديد طبعا صنع، مبادره صنع. طيب شايف حضرتك سوق الاعضاء في 24 شايفه رايح فين؟ كويس، يعني السوق بيثبت كل سنه ان هو قوي، وان هو رغم الازمات الاقتصاديه المبيعات كبيره جدا والاستيعاب كبير جدا، السوق ماشي بقوه غير عاديه. السوق المصري اثبت ان مهما حصل في المنطقه العربيه من استثمارات ضخمه في مجالات كتير، هو السوق الاكبر برضه. في نفس المنافسه بقى اللي حوالينا، السوق السعودي بدا يجذب شركات مصريه، شفنا هيأثر علينا؟ اكيد 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 طبعا. شركات مصريه واحنا منها يعني بنتواجد في دول كثيره، وده بزنس ما يزعلش، بس السوق ضخم. يعني انت ممكن تلاقي معرض في اي دوله عربيه بس مش هتلاقي الحضور ده، الحضور ولا هتلاقي عدد العملاء دول. ممكن طبعا هم عندهم قيمه شرائيه اعلى، بس يعني انت في الاخر عندك حيويه وعندك سوق ضخم وعندك سوق متجدد. لا السوق بصراحه الحمد لله احنا سعداء بيه. طيب معدلات الاسعار، هل ممكن في يكون في زيادات قريب خلال السنه الجديده؟ يعني ما حدش عارف بقى، في تعويمات ثانيه؟ ما فيش تعويمات ثانيه، في استقرار للعمله. احنا بنتعامل مع السوق، السوق العقاري هو مرايه اللي ما يحدث في سوق المال، فاللي هيحصل هيأثر علينا. لكن انا شايف الشركات بقت ناضجه وقادرة تستوعب الزيادات بشكل كويس، والسوق بيستوعب برضه بشكل كويس. مشروعات الشراكة بيت يعني ظاهرة دلوقتي في السوق، سواء وزارة الإسكان أو أكثر من هيئة بدأت تلجأ لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص. شايف الموضوع ده شايفه إزاي؟ وهل ممكن نشوف توسع أكثر الفترة الجاية من النوعية دي؟ هو ده، هو شراكة البرايفت بابليك بارتنرشيب، ده القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ده هو ده النجاح. لكن القطاع الحكومي اللي يشتغل لوحده أعتقد مستحيلة يعني.